السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للمحاضرة اللي فاتت، هنكمل بعد ما تعرفنا على ايه المقصود بالموارد البشرية او ادارة الافراد، واتكلمنا على اهميتها واتكلمنا على اهدافها. هنكمل ان شاء الله بقية المحاضرة علشان نبقى كده يعني بنهاية المحاضرة دي ان شاء الله نكون خلصنا الفصل الاول مع بعض. النهاردة هنبدأ نتكلم، بنقول ان مسؤولية ادارة شؤون العاملين، او زي ما اتفقنا ان ليها عدة اسماء: شؤون العاملين، إدارة العاملين، إدارة الأفراد، إدارة الموارد البشرية. هي مسميات ليها لإدارة الموارد البشرية أو إدارة الأفراد. مين المسؤول؟ زي ما اتفقنا أن في مؤسسة، مؤسسة بيبقى ليها مواردها، موارد مالية ومادية وبشرية. ما فيش قيمة للموارد المالية والمادية إلا إذا كان في بشر عندهم حسن استغلال للموارد دي علشان يقدروا يحققوا أهداف المنظمة. طيب مين اللي مسؤول عن إدارة كل الأفراد اللي موجودين في أي منظمة، في أي مؤسسة؟ مين المسؤول؟ فبنقول هنا أن المسؤول عن إدارة الأفراد في أي وحدة تنظيمية المدير التنفيذي. المدير التنفيذي بمعنى إزاي؟ أو لو كانت شركة متعددة يعني جنسيات وشركة كبيرة جدا، منظمة عندي كبيرة جدا في الحجم، فبيبقى لها مدير خاص بإدارة الأفراد. لانه بيبقى دلوقتي بقى الاتجاهات الحديثه كلها ان لازم كل مؤسسه يكون ليها اداره افراد كامله، اداره شامله، ما هي ما تبقاش جزء من اداره رقبه، اللي هي اداره شامله لانه فيها حاجات كتيره جدا. مين اللي يحدد الاحتياجات الحاليه والاحتياجات المستقبليه من الافراد العاملين؟ يعني انا دلوقتي في المؤسسه محتاجه عدد قد ايه من البشر، من الموظفين، مهاراتهم ايه، كفاءتهم ايه، خبراتهم ايه، شهاداتهم ايه؟ مين اللي هيحدد الكلام ده كله؟ مين اللي بيقول مين هيترقى امتى، ومين اللي هتقول التدرج الوظيفي لكل موظف بيبقى ماشي ازاي؟ فبنقول لازم يكون في مدير إدارة الموارد البشرية او المدير التنفيذي، فلان هو اللي بيحدد الاحتياجات المستقبلية او بيحدد ايه هي الوظائف الشاغرة. كلمة شاغرة يعني الوظائف الخالية، يعني ممكن يكون عندي موظف اتنقل لقسم تاني، معناته ان القسم الثاني استجد عليه موظف لكن الإدارة الأولانية ناقص منها موظف، فمين اللي هيحل مكان الموظف ده؟ ممكن أجيبه من داخل المؤسسة، ده لو كان عندي يعني أفراد كتير وبس يبقى ليه شهاداته وخبراته تناسب المنصب اللي هيتولاه، أو إن أنا ممكن أستقطبه من الخارج. وكلمة استقطاب يعني بجيبه يعني بعمل إعلانات وبستقطبه، سواء استقطاب داخلي بداخل المؤسسة أو استقطاب خارجي من خارج المؤسسة. فبنحدد الوظائف علشان أقدر أحدد الأفراد. هل ممكن أعمل مشروع وابتدي اقول انا عايزه وعايزه واعمل في المشروع كذا واحط له اهداف وكل، وانا مش عارفه عدد الافراد اللي هيشتغلوا جوه المشروع قد ايه؟ طبعا استحاله، لاني لازم احدد عدد الموظفين او افراد العاملين في المؤسسه. تمام، مش بس دلوقتي، انا ممكن اقول لك انا في البدايه باديه اني بعدد افراد كذا، لكن لما كمان سنتين انا هعمل حاجات تانية وهضيف حاجات تانية. كل ده بيبقى موجود في عناصر العملية الإدارية او في العمليات الإدارية اللي هي من ضمنها التخطيط، وهنشرحه كمان شوية. فانا لما بكون مخططة للمشروع من البداية ببقى عارفة انا مثلا سي لو انا هفتح المشروع 2020، فانا عارفة عدد الموظفين في الوقت الحالي انا محتاجة قد ايه. طيب 2025 او 2023 انت احتياجاتك ايه في المستقبل للقوى العامله او للناس اللي هتشتغل داخل المنظمه؟ معقوله ما يكونش عندي تخطيط بيقول لي انا محتاجه قد ايه من الموظفين اللي هيشتغلوا في المستقبل؟ فلازم يكون ده بيرجع للتخطيط، وده ان شاء الله هنبقى نشرحه في الفصل الجاي، فصل كامل عن التخطيط للموارد البشريه. تمام، طيب هنا برضو مين المسؤول عن تحديد المرتب والاجور والترقيات لو في مشكلات؟ بمعنى ايه؟ المفروض ان برضه هناخد فصل كامل عن الترقيات وفصل كامل عن الاجور، بس ناخد كده نبذه بسيطه بس. يعني ايه؟ يعني كل موظف بيشتغل داخل المؤسسه بيبقى معروف المرتب بتاعه قد ايه، الحوافز السنويه بتاعته هيتاخد قد ايه، ممكن يعرف مرتبه من هنا لخمس سنين قدام التطور اللي هيحصل في المرتب قد ايه. مين المسؤول عن ده؟ هو إدارة الموارد البشرية أو المدير التنفيذي للموارد البشرية هو المسؤول عن تحديد الحاجات دي. من اللي يقول لحركة الترقيات جوه المؤسسة خلال خمس سنين اللي جاية هننظمها إزاي ونعملها إزاي؟ هو المدير المسؤول عن إدارة الموارد البشرية. اتفقنا أن ما فيش بيئة عمل خالية من المشكلات، ما فيش بيئة عمل ما فيهاش أي مشاكل، سواء مشاكل تنظيمية أو مشاكل سلوكية أو مشاكل إدارية، أيا كان نوع المشكلات. لكن دايما بنقول أن المدير الجيد أو القائد الجيد اللي بيكون عنده القدرة على التغلب على المشكلات، يعرف يحدد المشكلة مصدرها إيه، وانسى أن حطينا إيدينا على المشكلة نعرف حل المشكلة ده هيبقى إزاي. طيب
زمان زي ما اتفقنا كان الاهتمام بالانتاج من سنين وسنين طويله، اكتر من 100 سنه مثلا، كان الاهتمام اكتر باصحاب المصانع والكلام ده كله، اطلع انتاج وابيع واحقق ربحيه. ما كانش فيه الاهتمام الكافي بالعنصر البشري، لانه ما كانوش بيهتموا بيه قوي. هو كان موظف بيجي يشتغل بياخد مرتب، شكرا، اللي يهمني ان انا يكون احقق اهدافي الربحيه، وعندي اهداف عشان اكسب قد ايه، دفعت كام واتحصلت على كام. هو ده اللي كان بيبقى ده الاهتمام. لكن مع تطور زي ما اتفقنا في المحاضره، مع تطور المجال في علم النفس وتطور الاختبارات اللي ظهرت في علم النفس، وازاي بدات حتى من سنين وسنين من ايام الحرب العالميه الثانيه، ازاي كانوا يستخدموا الاختبارات دي علشان يصنفوا الجنود، يعني يشوفوا قدرات الجنود ايه، مستوى الذكاء بتاعهم ايه، علشان مش كل جندي يبقى كله جنب بعض، لا، في جنود تاخد خط دفاع، في جنود تبقى بحريه، في جنود، يعني المهم تبقى في اختبار علشان تحدد نسبة الذكاء ونسبة الشخصية والثبات الانفعالي. فلما الاختبارات بتاعت في مجال علم النفس اتطورت قوي، فابتدى يزداد الاهتمام بالعنصر البشري، الى ما وصلنا دلوقتي عليه بقى العنصر البشري رقم واحد في اي مؤسسة، لان هو اللي مسؤول عن ادارة كافة، او يعمل الانسجام ما بين الموارد المالية والموارد المادية. مين المسؤول عن الحاجات دي كلها؟ هو العنصر البشري. فبالتالي مهم جدا الاهتمام بالعنصر البشري، لان عن طريقه هو اللي هيقدم لي نتائج ايجابية. لكن لو انا عندي موظفين وما بهتمش بالموظفين او العاملين داخل المنظمة، مش بهتم بيهم، مش بعمل لهم مكافآت سواء مادية او معنوية، طب ما هو ده هيأثر عليهم وهيأثر على جودة شغلهم. فبالتالي من مصلحة المنظمة انها تهتم اكتر بالعنصر البشري. طيب لما بنيجي نتكلم ايه العناصر المحددة لإدارة شؤون الافراد عشان ندير شؤون الافراد، هي نفس اللي درسناه قبل كده، هي العناصر العمليات الاداريه، من تخطيط وتنظيم ورقابه وتوجيه، وبيتم كل ده من خلال نظام اتصال فعال. فاول حاجه عندي سريعا بقى، عشان احنا الكلام ده قلناه كذا مره، بس سريعا كده، ازاي اخطط للموارد البشريه. احنا اتفقنا انه في فصل كامل على خلاص عن التخطيط، بس سريعا كده، ما فيش منظمة في العالم ايا كانت كبيرة او صغيرة الا لازم يكون ليها هدف. هي معمولة ليه؟ اسأل نفسك انت عايز تعمل مشروع، طب انت بتعمله ليه؟ كلمة ليه دي معناته هو ده الهدف اللي انا بنشئ منه المؤسسة او بعمل منه المشروع اللي انا عايز اعمله. علشان يكون عندي هدف، في ضوء الهدف، هدف عام ببتدي اقسمه لاهداف فرعية، من الاهداف الفرعية ابدأ اعمل التخطيط بتاعي، التخطيط للموارد البشرية، تمام؟ بس مهم قوي ان الاهداف تكون واقعية. يعني مثلا ما ينفعش اي حد يبقى مسؤول او مدير تنفيذي او يبقى مسؤول عن ادارة افراد، ادارة الافراد، لانه لازم يكون ليه سكيلز معينة، مهارات معينة، لازم يكون معاه شهادات معينة، دارس حاجات معينة، اجتماعي، شخصية اجتماعية، يقدر يتغلب على مشكلات اللي هيشوفها، يقدر يحط سيستم كامل، بس مش هو اللي بيحطه لوحده. يعني ده اللي هنشوفه في التخطيط، هو بينفذ السياسات الموجودة للمؤسسة او للمنظمة، انما هو برضو عليه دور كبير جدا في ان لما يجي يتكلم على الاهداف. لان انا ممكن اكون كرئيس مجلس ادارة اجي اقول طب احنا خطتنا ايه بما يتعلق بالموارد البشرية، هاتوا مدير التنفيذي، هاتوا مدير ادارة الموارد ادارة الموارد البشرية، قول لي خططك ايه، محتاجين ايه في ضوء المستجدات اللي جدت علينا في الشغل، انت محتاج عدد قد ايه، مواصفاتهم ايه، انت عندك كم ادارة، الادارة فيها كم موظف، هل هنفتح ادارات جديدة، هندمج ادارات مع بعضها، هنقلص او نقلل من عدد القوى العاملة ولا هنزودها. كل ده لازم يكون محطوط، ولازم اعمل خطة باستمرار موجودة، علشان هو ده اللي هتمشي عليه المنظمة خلال فترة زمنية. فلو احنا حطينا اهداف مش واقعية، يعني ايه خيالية، واحد رسم احلام وانه هيعمل وانه وانه وانه، لكن لما يجي يطبق على ارض الواقع الاهداف دي غير قابلة للتنفيذ، معناته ان عندي خلل في التخطيط. لان من شروط الاهداف في البداية خالص وهنشوفها، لازم احط اهداف قابلة للقياس. يعني ايه قابلة للقياس؟ يعني اقول لك احنا مثلا بعد فترة زمنية 6 شهور هيحصل، هنحقق هدف 1 2 3. لما اجي بعد 3 شهور لازم اشوف الاهداف الثلاثة دول اتحققت ولا ما اتحققتش، لان لو في هدف من دول ما اتحققش ده معناته اني انا مش ماشية صح. يبقى معناته ممكن اكون حاطة خطط لما ساعة الواقع انا مش قادرة اطبقها، ممكن تكون خطط خيالية، المهم تكون هي يعني تكون واقعية، ما تبقاش خيالية، ما تبقاش بعيدة عن الواقع، قابلة للتنفيذ. يعني لو هي واقعية يبقى هقدر انفذها،
لكن لو هي مش واقعيه خياليه، لما اجي على ارض الواقع مش هقدر ايه، مش هقدر انفذها. لازم تكون واضحه. يعني ايه واضحه؟ ممكن يكون الاداره العليا عندها خطط بالنسبه لها واضحه، لكن بالنسبه للافراد مش واضحه. فلازم يكون كل فرد في المنظمه بيشتغل اهداف المؤسسه اللي هو بيشتغل فيها تكون واضحه بالنسبه له، علشان يعرف يقوم بدوره، يعرف يمارس مسؤولياته. لان انا لما يطلب مني حاجه وانا مش عارفه الهدف منها ايه، طب انا هسعى لتحقيقها ازاي؟ فلازم يكون من شروط الاهداف انها لازم تكون اهداف واضحه. لازم احدد الموارد الماليه والماديه، ده ما هو طبيعي. انت عايز تنشئ اداره فيها عدد موظفين، هتقبض كم موظف؟ كل موظف بياخد ميزانيه قد ايه؟ المواد اللي موجوده داخل كل اوضه من معدات، من ادوات، من اي حاجه احنا يعني متطلبات اساسيه لممارسه المهنه. طب الكلام ده كله مش لازم ابقى عارفاه من الاول ومحدداه وعارفه انا هحط قد ايه علشان عارفه هيجيني فيما بعد قد ايه؟ طبعا اهميه المشاركه في تحديد الاهداف ده ما بين المديرين والعاملين، ان لازم يكون انا كعضو في المؤسسه ابقى فاهمه اهداف المنظمه اللي انا فيها. التاكد من الاساليب اللي تم اعتمادها، يعني احنا حطينا اهداف وعملنا خطط للاهداف دي ازاي ننفذها، وحددنا الموارد الماليه والموارد الماديه، وقلنا احتياجاتنا الحاليه والمستقبليه من الموارد البشريه. طب فبالتالي بنقول لك احنا اعتمدنا ايه الاسلوب بقى اللي هنحدد فيه، اللي هننفذ فيه الخطه اللي احنا عملناها. ده لازم يكون من البدايه الاساليب دي متحدده. وبيقول لك مراعاه الزمن، مراعاه الزمن، لان مفيش خطه، مفيش حد يخطط ويقول لك انا ان شاء الله هعمل كذا، انا في شغلي هطور الاداره اللي انا فيها. ايوه هتطورها بايه؟ وهتطورها بكام؟ وهتطورها ليه؟ وهتطورها في مده قد ايه؟ لازم تبقى عندك الاجابات دي، لان ما ينفعش اقول لك انا هطورها وخلاص، لكن لازم يكون حطها في اطار زمني. اقول لك والله بعد 6 شهور هكون عملت 1 2 3 10 20، مش قضيه، بس لما يجي 6 شهور يخلصوا تكون بالفعل انت انجزت كل الاهداف اللي انت حطيتها. وده بنسميه تخطيط قصير المدى، لانه اقل يعني من شهر لحد 6 شهور حاجات قصيره المدى، يعني ما بتاخدش مني فتره زمنيه كبيره. طبعا في متوسطه المدى وفي طويله المدى وهنشوفه فيما بعد. قال لك النمو المتوقع لحجم الانشطه في الاداره، يعني دلوقتي هل الانشطه الموظفين، انا عندي ممكن تكون اداره فيها 10 موظفين بيمارسوا انشطه اداريه، هل الانشطه دي محتاجه ان انا ازود عليهم فيما بعد انشطه جديده؟ طيب هل انا هكتفي بالانشطه دي معاهم هم شخصيا، ولا هزود انشطه تانية فمضطر اجيب ناس تانية؟ فدي برضو لازم من البدايه، من قبل ما ابدا المشروع بتاعي، من قبل ما ابدا اشتغل، لازم ابقى الحاجات دي تكون كلها بالنسبه لي واضحه. لو عملنا كده بتلاقي لحد ما الدنيا واضحه في الـ يعني واضحه بالنسبه لاداره الموارد البشريه، فتعرف تمشي وتشتغل وتقدر بالسهل بسهوله تحقق الاهداف بتاعتك. وما نشغلش بالنا لان احنا هناخد فصل كامل عن التخطيط للموارد البشريه، فهناخد كل ده تفصيلا. فيما بعد التنظيم، واحنا اتفقنا ان كلمه التنظيم بتعني كلمه الترتيب. يعني ايه ترتيب؟ انا برتب المهام، بوزع المسؤوليات. كل موظف من ساعه ما بيجي هو عارف محطوط في الهيكل التنظيمي فين. انا محطوطه في القسم ده، دوري ايه، هعمل ايه، مسؤولياتي ايه، واجباتي ايه، تطور الوظيفي بتاعي هيكون شكله ايه. ده بيتعمل من قبل ما حتى نيجي نعين ناس. يعني انا مش باجي اعين حد في وظيفه والله انا عاملاها الميسون او انا عاملاها الاحمد او انا عاملاها لمحمد، مفيش حاجه اسمها كده. انا بعمل وظيفه بقول متطلباتها، شهاداتها كذا، مهاراتها كذا، القدرات بتاعه الوظيفه كذا كذا كذا، الانشطه الاداريه اللي هتقوم بيها، بحدد كل ده، بعمل وصف كامل للوظيفه، بحيث انه مش بعملها الافراد، انا بعملها الاماكن. فلما بيبقى يجي حد المناسب، الشخص المناسب، بحطه في المكان المناسب، لان برضو دي مسؤوليه المدير التنفيذي، ان لما يحط الرجل المناسب في المكان المناسب ده معناته انه بيقدر بسهوله يقدر يحقق اهداف المنظمه. لان احنا شفنا حاجات، نماذج من الحياه كتيره جدا، ممكن يكون عندك موظف كفء وذكي وعنده قدرات عاليه وشهاداته كويسه جدا، لكن اتحط في مكان غلط، فبالتالي مش قادر ينجز اعماله. لكن لو انا حطيت من البدايه الرجل المناسب في المكان المناسب، دي بتحتاج مهاره وكفاءه من مدير اداره الافراد، ان يبقى عارف التفاصيل عن الموظف، بحيث يقدر يستغل كافه امكانياته وقدراته علشان يقدر يحقق اهداف المنظمه. مش بس كمان كده، يبقى احنا بنعمل تنسيق. انا دلوقتي عندي مشكله، الجا لمين؟
الإدارة دي مين الإدارة اللي هتتصل مع الإدارة التانية، لأن لازم يكون في تواصل ما بين الإدارات، مش كل إدارة بتشتغل بمعزل عن الإدارات التانية. طب مين الإدارة اللي تشتغل مع الإدارة التانية؟ زي مثلا على سبيل المثال لازم يكون في تنسيق ما بين الإدارة المالية وإدارة الإنتاج، ما بين إدارة الإنتاج وإدارة المخازن. دي لازم يبقى في حاجات، لأن لو شلنا التواصل تشال، هتلاقي فيه خلل، أنا ما أقدرش أحقق أهداف المنظمة. تمام، وقلنا الكلام ده احنا شرحناه في المحاضرة تفصيلا، أهمية الاتصالات لتنسيق العمل، بحدد المسؤوليات وبحدد نطاق الإشراف. ايه نطاق الإشراف؟ ان كل موظف، مجموعة من الموظفين عليهم حد بياخد باله منهم، يعني بيعمل زي رقابة على أعمالهم، مش رقابة، وده هنشوفه، مش رقابة علشان ان انا اتصيد لهم الأخطاء، لا، علشان اصحح المسار، عشان انا ليا اهداف معينه عايزه امشي عليها. فاول باول اول باول بشوف الناس دي بتشتغل ازاي، بحدد نطاق الاشراف. عملوا دراسات كتيره انه قال لك انه ما ينفعش يكون مدير اقصى حد للنطاق من 5 لـ7 افراد، يعني فرد يبقى مسؤول عن 5 لـ7 افراد لو كان عايز يقدر يحقق اهداف المنظمه. طب لو معاه اقل، يبقى نوع الرقابه هنا قوي قوي، لانه هيبقى فاضي قوي، مش وراه غير 3 4، فباستمرار باستمرار مراقبه كتيره هتخلي هتاثر على اداء الموظفين. طب لو معاه اكتر من 10، او معاه فوق ال 20، معناته انه مش هيقدر ياخد باله من الكل، فبالتالي ممكن يحصل عندي هنا ايه عوائق في تحقيق اهداف الاداره نفسها. فبالتالي وجدوا ان بالدراسات العلميه ان النطاق، ان كل مشرف يكون تحت ايديه او مسؤول عن اشراف من 5 لـ7 افراد، ده افضل نطاق، بحيث ان يقدر يتابع ويشوف سير العمل، علشان احنا اهم حاجه عندنا واحنا بنتكلم في كل حاجه على اساس نحقق اهداف المؤسسه. بعد كده بنتكلم ان مراعاه عنصر التخصص وتقسيم العمل. يعني ايه عنصر التخصص؟ زي ما اتفقنا ما يبقاش واحد ليه تخصص في حاجه وانا احطه في حته تانية خالص. طب انا كده ما حطيتش الرجل المناسب في المكان المناسب. طب هيشتغل ازاي؟ هيبقى بارع في شغله ازاي؟ هيقدر يقدم لي شغل كويس ازاي؟ دي هتبقى عندي فيها مشكله. بعد كده بنحدد تفويض السلطه. يعني ايه تفويض السلطه؟ يعني انا مثلا بحكم منصب مدير، المدير بحكم منصبه يقدر يفوض السلطه لبعض الافراد. يعني مثلا دلوقتي وارد ان الشخص مسؤول ما يبقاش موجود في المنظمه، تعب، عايز سافر، راح في اي حته، او في اعمال، بعض من الاعمال ما يقدرش يقوم بكافه الاعمال داخل المؤسسه، فلازم يمنح جزء من سلطاته لشخص اخر زي الرئيس والنائب، فيمنح بعض النائب له الحق في غياب المدير، له حق او صلاحيات المدير نفسه. بس مين اللي منحه السلطه؟ المدير نفسه. لما بنيجي بنتكلم، هل احنا قلنا ان السلطه تفوض، فبقى في مسؤوليه على الشخص اللي اتفوضت له السلطه. طب هل المسؤوليه تفوض؟ احنا اتفقنا في المحاضره ان المسؤوليه لا تفوض، لكن السلطه تفوض. يعني انا مثلا دلوقتي لو في حد سي مثلا مدير طلب من سين من الناس يتفوض له بعض السلطات يعملها، السين من الناس ده فوض صاد انه يعملها، يبقى هنا فوض له بعض المسؤوليات. لما يجي المدير الاصلي يحاسب يحاسب مين؟ يحاسب الشخص الاولاني اللي فوض له السلطه، ولا الشخص الاولاني اللي ادى مسؤولياته لشخص تاني؟ لا، انا حاسب الاولاني لان ماليش علاقه بالتاني. فدايما بنقول ان السلطه تفوض، اما المسؤوليه، السلطه تفوض اما المسؤوليه لا تفوض، لان دي مسؤوليه كل موظف ان يقوم باعمال معينه عشان يقوم بيها ويشتغل بيها. طبعا المركزيه واللي هي مركزيه، المركزيه ده بيبقى نمط قياده او نمط اداره. بمعنى ايه نمط قياده او نمط اداره؟ بمعنى انه ممكن يكون الاداره ما بتاخدش قرار، ما بتاخدش راي الموظفين او العاملين معها في الشركه، عندها قرارات صارمه بتتعامل مع العاملين افعل ولا تفعل، ملهاش علاقه باي حاجه تانية. طيب دي بنسميها مركزيه القرار، هتاخد قرار بس ما بتسالناش احنا او ما بتسالش العاملين هل القرار ده مناسب ناخده، طب في بدائل تانية، امركم شورى بينكم. ده نمط قياده اللي هو بيسميه نمط الديكتاتوري، او فده نوع من انواع. في عندي النمط البيروقراطي، وفي عندي النمط الديمقراطي، وفي عندي النمط الفوضوي. فده نوع من انواع النمط اللي هو الايه البيروقراطي، اللي هو من حق صاحب بس او السلطه او الاداره العليا او المدير التنفيذي. ممكن يكون عندك قسم، انت بتشتغل في قسم وعندك مدير
مفوض له برضه سلطات وكده، لكن هو مركز القرار، فما بياخدش رأي الموظفين معاه، ما بيسمع لهمش، بيدي قراراته وبيدي أوامر فقط لا غير، لكن ما بيسمحش بمشاركة اتخاذ القرار مع العاملين، فدي بنسميها مركزية. أما اللا مركزية عكسها تماما، إن هي اللي هي القيادة الديمقراطية اللي اسمع وخد رأيهم واسمع وشوف هم عايزين إيه، وحاول تجيب حلول ترضي جميع الأطراف، وبس ده معناته إن برضو عايزة قائد كفء علشان تاخد قرار صح. ما أنا ممكن برضو الجماعة تديني في حتة ما تخليش أخد قرار صح. المهم في الآخر إحنا بنشارك بعض في اتخاذ القرار. أنا كموظف لما أكون مساهم في اتخاذ القرار أو قلت رأيي في اتخاذ القرار ووافقت على اتخاذ على القرار ده، سهل قوي إن أنا أنفذه، على عكس ما حد يجي يقول لك افعل ولا تفعل وهو كده، طب انا هنفذه ازاي اذا انا مش مقتنع بيه؟ تمام. فدي ده المقصود بالمركزيه واللا مركزيه، ف يعني مدى مركزيه واللا مركزيه في اتخاذ القرارات. اهميه فرق العمل لانجاز المهام. زمان كان في اتجاهات ان كل واحد بيشتغل مع نفسه شغله شغله شغله، وفي الاخر بنشوف التكامل ما بين الاعمال. دلوقتي الاتجاهات العالميه الحديثه كلها ان يبقى شغل من خلال تيم وورك، اولا للصحه النفسيه للعاملين، لسرعه انجاز الاهداف في المؤسسه، الناس اللي بتشتغل بتحس انه في عندها دافع، حد بيحفزها، لو انا كسلت شويه حد هيزقني، في تنافس شريف. فوجدوا ان فرق العمل اهم بكتير من انك تنجز شغل لوحدك، فابتدوا يحطوا الافراد يعني فرق، يكونوا المؤسسات الافراد العاملين بيها يوزعوهم على فرق 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 فرق، وفي تناسق ما بين الفرق بعضها البعض، ده بيوجدوا انه بيسهل اكتر او بيساعد اكتر في تحديد اهداف المنظمه. التوجيه زي ما اتفقنا ان المدير الناجح ما هيشتغل يعني هيشتغل في التنظيم. يعني ايه توجيه؟ انك توجه الاداره، كل اداره تعمل ايه وكل اداره توجهها تتعامل مع الادارات التانيه ازاي. تمام. ما تخفلش الظروف. يعني ايه الظروف اللي بنعيش فيها؟ احنا اتفقنا ان انا عندي ظروف ماديه، يعني مثلا ممكن يكون موظف اداه شغله كلها جهاز الكمبيوتر، بس انا مش موفره له الجهاز، طب هينجز عمله ازاي؟ فانا لازم اراعي ده. مثلا في موظف تاني علشان يؤدي مهام بيضطر يطلع لخارج المؤسسه كتير، فانا لازم اوفر له وسيله مواصلات توديه وترجعه توديه وترجعه. ده معناته ده اللي بنتكلم عليه، انك انت تعمل توجيه وتراقب قبل المراقبه، تعمل توجيه، لان انت عندك اداره لازم تدار، لان كل اداره هي المنظمه ككل فيها مجموعه من الادارات، كل اداره بتشتغل وليها اهداف، كل اداره بتشتغل وليها اهداف، لكن في الاخر الادارات كلها على بعضها فيها تناسق بينها وبين بعضها، بتشتغل مع بعض، ما بتشتغلش بمعزل عن الادارات الثانيه. اي نعم ليها اهداف واداره ليها اهداف واداره ليها اهداف، بس لو جمعنا الاهداف في الاخر هتطلع في الاخر هي اهداف المنظمه اللي ايه اللي المفروض كلنا نسعى لتحقيق الاهداف دي. لما بنيجي بنوجه بنقول ان لازم يكون المدير حريص، زي الرقابه، ان انا مش براقب العاملين او الموظفين عشان اتصيد ليهم الاخطاء، لا مطلقا، انا بس هنا بعمل تحفيز، بعمل وصف للعمل، بعمل تحديد للمسؤوليات، تحديد للواجبات، انت عليك ايه، هتعمل ايه، فبوجهك، وخصوصا مع الناس اللي لسه جايه جديد، واحد لسه جاي موظف جديد المفروض مدير اداره الموارد البشريه بيقعد معاه بيقول له مسؤوليتك كذا، دورك في الوظيفه، بيديله الوصف الوظيفي، ايه اللي انا مطلوب مني، لان في اعمال ممكن تطلب مني بس ما تبقاش في مجال تخصصي، الموظف ما بيبقاش عارف ده، دور مين بقى في الحته دي؟ دور مدير العلاقات، مدير اداره الافراد، انه يوجه العاملين ويحدد مسؤوليات وتوزيع المهام عليهم ويوجههم لتحقيق ايه؟ للقيام بمهامهم كما ينبغي. الرقابه بنقول ان المدير الكف زي ما قلنا انه لازم يبقى، احنا اتفقنا ان اي مؤسسه ليها اهداف، في ضوء الاهداف بعمل التخطيط، بعد ما عملت التخطيط بعمل تنظيم للحاجات اللي انا خططت لها، بعدين ابتدي اعمل التوجيه بتاع العمل لما الافراد بقى جت وخلاص وتعينت، بعد كده بعمل دور الرقابه على كل ده، لان انا في الاخر انا قلت في الاول عندي هدف عايز احققه، طب هل الموظفين اللي بيشتغلوا ماشيين زي ما احنا خططنا بالظبط، ولا في ناس ابتدت تبعد عن الخطط اللي احنا حطيناها؟ دور الرقابه مهمه جدا، لان ما ينفعش ان انا اهمل وما اقومش بدور الرقابه وبعدين اسيب الموظفين يشتغلوا زي ما هم عايزين، لما اجي بعد فتره زمنيه محدده المفروض اعمل فيدباك واشوف هل انا حققت اهدافي ولا لا، الاقي ان انا ماشيه المنظمه في اتجاه وبعض الادارات ماشيه في اتجاه تاني خالص، يبقى هنا في عندي ضعف رقابه. لكن لما بيكون في عندي رقابه كويسه
يعني في ناس وبتراقب على العمل كويس، ده معناه انه بياخد باله من اول باول ايه الاخطاء، بياخد باله اول باول ان الطريق ده مش هيأدينا لتحقيق الاهداف، فبيرجع العاملين او بيرجع الموظف بيقول له لا ما تعملش كذا كذا اعمل كذا، مش ان هو حطه كده يعني يتصيد له اخطائه مطلقا، ده لتصحيح المسار من اجل تحقيق الاهداف، لان كل واحد عنده يعني منظمة عندها اهداف والمعاملين عندها اهداف، فانا بعمل تناسق ما بين اهداف الاثنين. فلما باجي اقول ان مدير ادارة الموارد البشرية هو عارف الاهداف كل واحد المفروض يشتغل ايه ويعمل ايه، فبيقوم بدور الرقيب على المعاملين علشان يعمل تقييم شهري اسبوعي سنوي دوري كل 3 شهور، تقييم يقيم اداء العاملين، يشوف ماشيين ازاي، عملوا ايه، ناقصهم ايه، يحدد احتياجاتهم التدريبية. عينت موظف في مكان حس انه محتاج كورس معين، فلازم اهيئ له الكورس ده علشان ينمي مهاراته وقدراته داخل بيئة العمل. فده دور الرقابة، دور الرقابة في الحاجات دي كلها. تمام. لما بنيجي نحط اي سياسه زي ما اتفقنا بحدد القوى العامله. يعني ايه بحدد القوى العامله؟ عدد الافراد اللي جايين دلوقتي قد ايه وفي المستقبل هيكون عندي قد ايه. بعمل عمليه اسمها استقطاب الاعلانات، ممكن استقطب ناس من الداخل، ممكن اجيب ناس من بره. افرض انا لسه عامله مشروع جديد وما عنديش لسه موظفين، عادي بتلاقي اعلان في الجرايد، اعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على الواتساب، على اي على الانترنت، بتلاقي اعلانات بيجي لك على الموبايل، اعلانات حاجات زي كده. كل دي وسائل حديثه ابتدوا يستقطبوا عن طريقها الموظفين او العاملين. وناخد برضو فصل كامل عن الاستقطاب والاختيار والتعيين، ده هنشرحه كله تفصيلا باذن الله. فبنتكلم ازاي انك تستقطب ناس. انت دلوقتي لما بتكون في شغل زي انك عامل مشروع وعملت اعلان انك عايز موظف بمواصفات، وده بنشوفه، بتفتح الجريده بيقول لك 3 سنين خبره، يجيد لغه الانجليزيه، يجيد مثلا الكمبيوتر، ما اعرفش عامل ايه، بيحط شويه شروط للوظيفه. بيجي لك ناس كتيره، وهل انت بتاخد كل الناس دي كلها توظفهم عندك في المشروع بتاعك او في المؤسسه بتاعتك؟ لا، انت بتاخد الانسب والاكفى علشان يساعد معاك في تحقيق اهدافك. فده اللي بيحصل، احنا نستقطب ناس كتيره جدا وبعدين نبتدي نغربل الناس اللي جد عشان نقدر نختار منها، ولما بنختار بتتم عمليه التعيين اللي احنا بنعين الناس حسب ما احنا ما اتفقنا مع اداره الموارد البشريه على الايه، على الاختيار. تمام. كل واحد احطه حسب قدراته وامكانياته ومهاراته، وبعمل اهو تقييم الاداء، بحدد الاحتياجات التدريبيه لكل الافراد، بعمل حاجه اسمها تحفيز مادي. ايه التحفيز المادي؟ ان انا بقول لك انت مرتبك كذا ان شاء الله هيوصل لكذا، انت لو عملت كذا في بتاخد مكافاه ماليه كل سنويه شهريه، لو حققت ارباح للشركه وساهمت في تحقيق الشركه ارباح كبيره بيبقى ليك جزء منها. ده سيستم بيختلف من مؤسسه لمؤسسه. طبعا القطاع العام ليه طريقه والقطاع الخاص ليه طريقه تانية خالص. قال لك بعمل وصف وظيفي، وده احنا اتكلمنا فيه. يعني ايه وصف وظيفي؟ كل وظيفه بعمل لها، لكل وظيفه بعمل لها ايه الوظيفه، ايه الشكل بتاع، يعني بوصف الوظيفه. يعني مثلا على سبيل المثال مدير تسويق، عايزه مدير تسويق في شركه لاي شركه، يبقى معناته لازم يكون اصلا دارس تسويق، لازم يكون عنده مهارات خاصه بفن التسويق، لازم يكون عنده الحاجات الحديثه اللي ابتدت تنتشر اكتر في مجال التسويق، لازم يجيد اللغه الانجليزيه، لازم يجيد الكمبيوتر. انا بقى بحط الشروط، شروط شروط شروط، او ما بس بنسميها شروط، بنسميها مواصفات. فانا بعمل جوب ديسكريبشن على اساس اقول ان الوظيفه دي متطلباتها كذا، اللي يبقى الشهادة اللي هو حاصل عليها ايه، المهارات بتاعته ايه، بتحدد الحاجات دي كلها. فلما بحددها كلها بعدين بقول هيعمل ايه، قادر انه يدير افراد، قادر انه يكون لو انا عايزة مدير، قادر عنده فن التواصل مع الغير، عنده ثقة بنفسه، بيقدر يتغلب على المشكلات، ابديتنج دايما باستمرار متطور وبيجدد من نفسه، الحاجات دي كلها بحددها. فلما بيجي عندي المدير بديله بعمله وصف وظيفي لكل موظف. يعني تخيل ان مدير الموارد البشرية بيكون عنده وصف وظيفي لكل موظف بيشتغل موجود، على اساس تبقى عارف انت كموظف انا ايه المطلوب مني، او ايه اللي جوه تخصصي وايه اللي بعيد عن تخصصي. فبنيجي نتكلم سريعا عن مداخل ازاي احسن الاداءات الاداريه. فانا عندي مدخلين، مدخل التخطيط لسياسه الافراد، بس دي مدخل تكاملي. يعني في عندي مدخلين ان يكون عندي اداره افراد بشكل كف، اما انها تعتمد على المدخل التكاملي اللي بيضم كافه السياسات والاجراءات بتاعه المؤسسه، او عن طريق المدخل الفرعي او مدخل الجزئي.
مش عايزه اطول عليكم علشان في ناس كتيره بتقول ان المحاضره لما بتبقى طويله بيلاقوا صعوبه في ان هم يكملوها. انا هكتفي بهذا القدر وان شاء الله هكمل بقيه المحاضره في المحاضره ان شاء الله في الفيس تو فيس لما نتقابل مع بعض. والرجاء خاص لو في اي حاجه ما اتفهمتش او مش واضحه بالنسبه للي انا شرحته في المحاضره دي ممكن تسالني وهجاوبك، وهيبقى في مجال اكتر لان يعني هنعرف ناخد وندي مع بعض اكتر. بس انا كده هوقف عند كده ان شاء الله وهكملها في المحاضره اللي جايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.